حادث سير بالطريق الصحراوي الرابط بين عسيلان وصافر، وبالتحديد في شقة الجخرة، وتم الحادث بانقلاب الشاص لأصحاب القات، ولم تذكر أي حالة وفاة، وهناك إصابات تعرض لها من كان في السيارة مع أضرار كبيرة بالسيارة. نسأل الله أن يشفي ويعافي المصابين ويعوضهم، والحمد لله على سلامتهم. وفي خبر ثاني، بعد أيام من استمرار عبور المسافرين الداخلين للأراضي السعودية بكل يسر وسهولة، تعود الزحمة مجددا إلى منفذ الوديعة البري، نقلا عن أحد المسافرين بأن الزحمة إلى قرب نقطة السوق. ندعو الجهات المعنية بالمنافذ إلى مزيد من الجهود والعمل في الإجراءات الأمنية اللازمة وتسريعها للتخفيف من تكدس سيارات المسافرين الداخلين للأراضي السعودية، والذي يشهد المنفذ مساء اليوم مئات منها. نسأل الله أن يكون في عون المسافرين.